هنعمل ايه في الدايره بتاعتي؟ هاخد من الريزيستنس بوكس لود ريزيستنس ولتكن 1/10، بعد كده 2/10، بعد كده 3/10، وهكذا لغايه على حسب ما يحدد لي في السؤال. وفي كل مره هجيب الطول اللي بيحصل عنده الايه البالانس. زي ما قلت لكم برده، انا بتاكد ان الدايره بتاعتي مظبوطه ولا مش مظبوطه ازاي. بص كده اهوت معايا، بمسك الطرف بتاع القياس اللي انت شايفه دوت اهو، بمسك الفولتميتر بايديا وطرف القياس زي ما انت شايف كده اهوت، اقوم جاي حاطط، شوفوا كده اهوت، انا واخد من الريزيستنس 1/10، شايفين الطرفين دول محطوطين على كام؟ على 1/10. بص كده اهوت، هوريكم كده اهوت منظر كده اهوت من بعيد، هرجع دي التاني معلش عشان تشوفوها برده. شوفوا كده اهوت، الطرفين دول بتوع الريزيستنس محطوطين عند كام؟ عند 1/10. يبقى انا واخد لود ريزيستنس بكام؟ ب1/10. مين؟ ب1/10 اوم. لو انت حطيت ديت كده اهوت، يبقى انت واخد كام؟ يبقى انت واخد 2/10. نرجع كده اهوت ونبدا من عند 1/10 اهوت، وهمسك بقى الايه، همسك الفولتميتر اهوت زي ما انتم شايفين، وهمسك المؤشر دوت. التيست اللي انا بعمله علشان اتاكد ان الدايره اللي عندي مظبوطه، احط في اول المسطره زي ما انتم شايفين في عندي قرايه بالموجب، شايفين كده على اول المسطره عند رقم كام؟ عند 1. عندي قرايه الفولتميتر بالموجب. لو رحت زي ما انتم شايفين كده اهوت على اخر المسطره عند 100، هتلاقي عندك قرايه بالسالب، يبقى انت الدايره بتاعتك مظبوطه 100%. ارجع كده اهوت من عند الطرف دوت كده اهوت، وانا بذكركم ان انا واخد الار كابيتال بكام؟ ب1/10 اوم. اقوم جاي ماشي كده اهوت، ماشي لغايه ما اجيب البالانس عند الزيرو، ادي زيرو عند 7، شايف كده اهوت عند 7 سنتي. يبقى لما كنت واخد 1/10 طلع البالانس بكام؟ طلع البالانس عند 7 سنتي. اقوم جاي راجع للجدول كده اهوت، واقوم جاي كاتب لما انا كنت واخد الار ب1/10 طلع ال ب7 سنتي. في الواقع انا هحول ال ديت من سنتي المتر، عشان بعد كده لما اجيب واحد على ال تطلع لي ارقام كويسه اعرف ان انا ايه ارسمها. فانا هكتب لك كده اهوت، طلعت لي 7 سنتي، اللي انا هكتبها 0.07 قسمت على 100 عشان احولها لمين؟ لمتر. طيب بص كده معايا، هرجع اخد الار بكام؟ هرجع اخد الار ب2/10. بص كده معايا ازاي باخد الار ب2/10، بنقل دوت هنا اهوت وانقل دوت هنا اهوت، وهرجع اجيب البالانس مره ثانيه. هل في داعي ان انا اعمل التيست عشان اتاكد ان الدايره مظبوطه؟ عملته خلاص وان شاء الله هتمشي معاك كويسه. ادي عندك موجب، هفضل ماشي 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 لغايه ما اجيب البالانس. توقع ان هو هيطلع اكتر من 7، بص طلع عند كام؟ طلع عند 10. يبقى لما انت كنت واخد، بص كده اهوت، البالانس عند الزيرو اهوت، الفولتميتر عطيني زيرو، والطول اللي عندي كام؟ والطول اللي عندي 10 سنتي زي ما انت شايف كده اهوت. يبقى هرجع في الجدول بتاعي واقوم جاي كاتب كالاتي، لما كنت واخد الار ب2/10 طلع عندي هنا هو 10 سنتيمتر، نفس الكلام اقوم جاي اقسمها على 100 تطلع لي 0.1 متر، وهكذا اكرر الكلام دوت 3/10، 4/10، لغايه 6/10، 7/10، او على حسب ما يحدد لي في السؤال. ممكن في السؤال يقول لي خد 2/10، 4/10، 6/10، 8/10، يبقى انا لازم اتقيد بكل اللي هو قاله لي. عند كل ار اخدتها اجيب 1 على ار، وهتبقى اليونتس بتاعتها اوم ماينس 1. في الواقع لما اكتب اي كميه فيزيائيه لازم اكتب اليونتس بتاعتها، وبعد كده اجيب 1 على الاي اللي تطلع اليونتس بتاعتها متر ماينس 1، وارسم كده اهوت بين 1 اوفر ار از واي اكسس و1 اوفر ال از اكس اكسس، ولازم احط اليونتس بتاعتها هنا اهوت واليونتس بتاعتها هنا اهوت. هيطلع لي هرسم النقط احطها كده اهوت، واوصل خط ما بينها يوصل النقط بسميه البيست فيت. البيست فيت هو الخط اللي بيوصل النقط بحيث ان في نقط هنا اهوت على يمينه ونقط على شماله، او نقط فوقيه ونقط تحتيه، يعني الخطا اللي بالزياده بيضيع الخطا اللي بالنقصان. الخط دوت امده كده اهوت على استقامته هيقطع تحت في نقطه، النقطه ديت تبع المعادله اللي انا شرحتها لك قبل كده، هي 1 اوفر ار، هتاخدها بالبوزيتيف، يبقى انا 1 اوفر ار ليها قيمه، اقلبها اجيب الار اللي هي الانترنال ريزيستنس بتاعه البتري، وديت بتكون غالبا اقل من الايه؟ اقل من الواحد. ده كان ملخص كده اهوت لتجربه ديترمينيشن اوف انترنال ريزيستنس اوف ا باتري يوزنج بوتنشيومتر. بالتوفيق ان شاء الله.